بسم الله الرحمن الرحيم. السادات والسادة، ترحب بحضراتكم نقابة المحامين في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها الأمة العربية وتمر بها القضية الفلسطينية، وكثيرا ما تقاطعت الأزمات والخلافات في أحلك الظروف وفي أدق الظروف. نحن نعيش حالة من حالات العدوان المستمر المتواصل من عدو لا يرحم ولا يعتقد في أي مواثيق دولية أو غير دولية أو إنسانية أو غير إنسانية، في ظل خلاف كان يفرض نفسه على الساحة الفلسطينية، ثم امتد هذا الخلاف ليجد نفسه على الساحة العربية بذات القدر وبذات الحدة وبذات الانقسام. هذا الخلاف هو الذي شجع العدو الصهيوني على أن يجد من الشعب الفلسطيني الأعزم البريء من الخلاف والبريء من الانقسام ليدفع ثمنا باهظا فيقتلوا ويروعوا ويهدم منازلهم ويطردوا من مآويهم المتواضعة في أحلك الظروف الإنسانية في خلال شهر رمضان المعظم، في ظل الصيام وفي ظل القيام وفي ظل عيد الفطر. دفع الشعب الفلسطيني فاتورة جديدة من فواتير الاستهتار والاستخفاف العربي بالعدو الصهيوني والكيان الصهيوني الذي يكسم على قلب الأمة ويحتل قلب الأمة ويضرب قلب الأمة كل يوم وكل ساعة وكل لحظة. حتى عندما تسكت المدافع وتسكت وترقد الطائرات يظل في حالة عدوان علينا، إما بجواسيس وإما بجراثيم وإما بأفكار وإما بفتنة وإما بقسمة وإما بتحريض على قيام دويلات عربية في قلب الدول العربية من أجل صناعة الفرقة والانقسام. تأتي هذه القضية لنؤكد من خلالها وبعيدا عن كل التفاصيل الخلافية، بعيدا عن الخلافات الفلسطينية وبعيدا عن الخلافات العربية الفلسطينية وبعيدا عن الخلافات المصرية الحمسوية وبعيدا عن كل هذه القضايا التي نعتقد أنها الآن أقل من أن تصرفنا على أن نتحدث عن ثوابتنا. ثوابتنا أننا مع عدو يحتل أرضا عربية بالكامل، هذه هي ثوابت اتحاد المحامين العرب. فلسطين، كل فلسطين عربية، وغير مسموح لنا أن نعترف بوجود الكيان الصهيوني ولا بالواقع الصهيوني، وإنما نرفضه متى نزيح هذا الكيان، هذه قضية أخرى. لكن في حقيقة الأمر في أسس وفي ثوابتنا أننا لا نعترف بهذا الكيان ولا نعترف ببقائه ولا باستمراره. النقطة الثانية أننا مع الشعب الفلسطيني الذي يقاوم العدو الصهيوني ويقاومه بالسلاح وبغير السلاح. نحن مع المقاومة الفلسطينية، نحن مع المقاومة الفلسطينية المسلحة، نحن مع المقاومة الفلسطينية المسلحة المدعومة بالتنسيق العربي، المدعومة بالتنسيق الفلسطيني. غياب التنسيق العربي وغياب التنسيق الفلسطيني لا يجعلنا نفرط في أننا مع المقاومة العسكرية والمقاومة الفاعلة. نحن ندرك أننا أمام جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب أن نستخدم كل الأدوات الدولية والإقليمية المناسبة، تستأهل أن نقف جميعا صفا واحدا من أجل أن نفرض واقع جديد من الخصومة مع هذا الكيان. حتى الآن لم نستطع
أن نقيم جدارا حقيقيا، جدارا قانونيا لتعقب مجرم الحرب وتعقب مجرم الصهاينة، تعقبا حقيقيا يجعلهم في مكان الدفاع عن أنفسهم، أو ليدفعوا أمام المجتمع الدولي الصامت المتهاون المفرط ثمنا كبيرا وباهظا يرد عليهم عدوانهم. نحن نؤكد أولا ونحن ندرك ثانيا أن أمتنا العربية بحكومتها لا تستطيع أن تقاوم الكيان الصهيوني، لا تستطيع أن تقاومه عسكريا لعدم التكافؤ العسكري الحقيقي الذي يجعل من دخولنا في أي عراك أو حراك عسكري حراكا منتصرا. ولذلك نحن لا نطرح هذا الخيار ولا نتحدث عن هذا الأمر الآن، وإنما نتحدث عن الحد الأدنى المتيقن في العلاقة مع هذه القضية. الحد الأدنى المتيقن هو أن تقطع كل الدول العربية التي تقيم علاقات مع الكيان الصهيوني علاقتها، وأن تسحب سفرائها العرب من الكيان الإسرائيلي. الحد الأدنى الحد المتيقن الآخر أن تسحب الدول العربية مكاتبها الاقتصادية والتعاون الاقتصادي التي تقوم بإقامة علاقات اقتصادية مع كيان الصهيوني. هذه ثوابت عربية لا نستطيع أن 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 نتخلى عنها، ولا نستطيع أن نقبل بعد الآن وجود سفير مصري أو سفير أردني في فلسطين تحت راية العدو الإسرائيلي وتحت راية العلم الصهيوني الذي يحتل أرضنا العربية. بهذا الشكل نقول أن هذا هو الدور الرئيسي الذي يجب أن نطالبه. نطالب أيضا أن تتحول الدول العربية من دول وسيطة تعمل للتوفيق بين طرفين متخاصمين إلى دولة إلى كيان منحاز للقضية الفلسطينية، منحاز للوطن الفلسطيني. هذا الانحياز لن يكلفنا حربا، وإنما سوف يلتحف أو يلحق بالقضية الفلسطينية أول رداء قومي يجعلها قادرة على أن تنتصر في المستقبل وخلال المرحلة القادمة. نحن أيضا ككيان عربي، نقباء عرب اتحاد محامين العرب الذي يجلس قياداته أمامكم الآن، لابد أن نعلن لكم أننا قد شكلنا هيئة دفاع عربية لكي تتولى ملف المحاكمة الصهيونية أمام المحكمة الجنائية الدولية في روما، وأننا النهاردة اتفقنا مع سيد نقيب فلسطين على تشكيل أول وفد يزور روما والمحكمة الجنائية الدولية ابتداء من 6 أغسطس الحالي أو القادم بعد ساعات، لنتواصل في لقاءات مكوكية، لنطرق كل أبواب أوروبا من أجل أن نفضح الكيان الصهيوني ونفضح جرائمه ونفضح حرائقه ونفضح ما الذي فعلوه في أطفالنا وفي نسائنا وفي منازلنا وفي كياننا وفي مقدساتنا. نفضح العدوان الذي يجري على مسجدنا الأقصى وعلى كنيسة القيامة. نفضح المجتمع الدولي المتواطئ الذي يسكت على كل انهيار حقيقي يصب في صالح إسرائيل وفي صالح أمريكا. عندما يحدث أمر ما على كنيسة ما أو بين مسلم ومسيحي في مصر تقوم أوروبا ولا تقعد، وعندما يطرد المسيحيون من منازلهم في العراق من خلال منظمة تكفيرية استولت على جزء عزيز من العراق اسمها داعش يسكت العالم المسيحي ولا يتحدث عن طرد المسيحيين. هذا التواطؤ الدولي غير مقبول منا أن نسكت عنه، ولابد أن نفضحهم وأن نقول لهم لماذا لم تقفوا مع الشعب المسيحي الذي طرد وهجر من بلادهم ومن منازلهم. نحن نعلم من هذا المكان أننا ضد التهجير الديني والعرقي الذي تقوم به الكيانات المتطرفة تحت رايات متأسلمة غير إسلامية، كما يتمسك البعض برايات صليبية غير مسيحية. نحن ضد الصليبية ومع أخواننا المسيحيين، نحن ضد التأسلم لكننا مع الإسلام، نحن ضد التمسك بكل هذه الأشكال التي تجعل
أن تجعل من الأمة العربية هدفا مستهدفا من أجل تقودها ومن أجل إنهاء كيانها ووجودها وبقائها. نحن سوف نواصل، سوف يواصل اتحاد المحامين العرب وسوف تواصل نقابة مصر دورها مع القيادات القومية العربية في الدفاع عن قضيتنا الرئيسية وفي إدانة الغزو الذي يحدث الآن والانتهاكات التي تحدث كل ساعة من أجل أن نقدم المجرمين والساكتين عن المجرمين إلى حرب قانونية سوف ننتصر فيها بإذن الله. أننا أيضا نقول ونشد على أيدي كل القوى العربية أن تتحد وألا تتخذ من خلافاتها السابقة وسيلة لتقويض القضية، ولا يمكن لأي منظمة فلسطينية أو غير فلسطينية وأي فضائية تتحدث عن رفض المبادرة المصرية بقصد خلق نزاع مصري فلسطيني، أمر مرفوض. نحن لا نرى في المبادرة المصرية جريمة، ولكن المبادرة المصرية كانت لإنقاذ الشعب الفلسطيني، نؤيدها وندعمها وأيضا نضيف لها ما يستحق الشعب الفلسطيني من دعم، لكننا بكل المعاني المفهومة والواضحة لا نقبل أن تستغل لتصفية حسابات سياسية ضيقة على الذين يتمسكون ويتشدقون ببياناتهم وبتقريراتهم وبإصداراتهم الصحفية. سوف نظل على العهد وسوف تظل نقابة المحامين المصرية قلب اتحاد المحامين العرب مع إخوانه من القوى العربية المنتشرة من المحيط إلى الخليج دعما لهذه القضية المركزية. عشتم لهذا الوطن الكبير، وعاش اتحاد المحامين العرب، وعاشت نقابة محامين مصر. السلام عليكم.